فطبعا دور مصر نرجع برضو للأهم، هو الاتحاد الأوروبي شايف مصر من أهم الدول في المنطقة دلوقتي اللي تقدر تحمي صمام الأمن والأمان بتاع الاتحاد الأوروبي، لأن لو فلتت الاتحاد الأوروبي هيغرق هيقع، وفي نفس الوقت ما يقدرش يستقبل كل الناس. ففي تفاصيل الجزئية دي ان هم يرجعوا لنا اللاجئين المرفوضين، انا ما اعرفش السلطات المصرية اخر حاجة ايه اتفقت عليها او قالتها بشكل مباشر. فاحنا مثلا كمتخصصين في اللجوء والهجرة في المانيا وفي السياسة هناك نقدر نناقش الموضوع ده مع المسؤولين ونتواصل فيها مع مصر، دي اللي انا قصدي اقول عليه، مع وزارة الهجرة، اقول لهم والله احنا رأينا في النقطة دي، مثلا مراكز استقبال لجوء ماشي لو اللاجئين اللي عبروا الأراضي المصرية، بس لو يعني أنا هيبقى في، لأن هيبقى في متخصصين، هيبقى في علماء، يعني فعلا علماء مش في كيانات، فإن أنا مثلا أقدر أوظف ده بالشكل ساعد الدولة مثلا بالسياسة، مثلا إن أنا أقدر أقرب، مثلا أقدر أعمل لقاء مع أي مسؤول ألماني في مثلا منح، أو في حاليا مثلا قروض بتقدم من ألمانيا لمصر لتنمية مثلا إنمائية أو لأي مساعدات، أنا أقدر أتكلم في الجزئية دي، أقدر أسلط الضوء بشكل مباشر على مشاكل في مصر أو على أشياء أنا محتاجها، ومن خلال يكون يعني مثلا إحنا بنقول اليد الطولة الطولة لمصر، إن هي من خلال مثلا الكيان ده ومن خلال التنسيق مع الوزارة، إن مثلا إحنا محتاجين يعني مثلا دعم في الجزئية دي مثلا في ملف الهجرة واللجوء، او مثلا في شيء مثلا يخص الدوله المصريه محتاجاه، يعني انا مش عاوز اقول ملفات معينه، بس ان هي لازم يكون في كيان يحمي الدوله المصريه من الخارج. السفاره لها مهام معينه، يعني برضو بروتوكول ما مش هتخرج عن